تمكين المرأة وتعزيز دورها الفعال في شتى المجالات الحياتية من أولويات الحكومة المصرية، فالمرأة ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطوره، والاعتراف بأدوارها وقدراتها يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق تنمية مستدامة تعكس الاستفادة المثلى للإمكانات والقدرات النسائية في دفع عجلة التقدم للدولة، والتي تظهر فيها الجهود المبذولة لضمان تكافؤ الفرص دون تمييز. كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فلتتفضل معاليها. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة قرينة السيد الرئيس، سيدات مصر الفضليات، السيدات والسادة الحضور الكريم، أود أن أستهل كلمتي بتهنئة المرأة المصرية بيومها والأم المصرية بعيدها، وتحية من القلب لكل سيدة تمثل رمزاً للعطاء لأسرتها وتقدم لوطنها كل عون وسند ومشاركة حقيقية في البناء والتنمية. لقد قالوا عن الأم إنها العين التي نرى بها الدنيا، وهي القلب الذي ينبض، وهي الوطن الذي نسكن فيه ونزهو به أمام العالم بأسره. ونعتز ونفخر بما تحظى به عظيمات مصر من دعم في ظل قيادة حكيمة تجعل المرأة في القلب من كافة خطط وسياسات الدولة. وقد كانت ولا تزال المرأة المصرية دائماً على العهد عوناً للوطن في مختلف مراحل نهضته. الحضور الكريم، في كل خطوة تخطوها الدولة للأمام مهما كانت الصعوبات والأزمات، لطالما تساءلت ماذا لو لم تبذل الدولة المصرية كل تلك الجهود لدعم وتمكين المرأة؟ واسمحوا لي أن أدعوكم للتفكير في إجابة هذا السؤال في ضوء ما تحقق بالفعل على أرض الواقع في العديد من المشروعات والمبادرات التي كانت المرأة المصرية في القلب منها. ماذا لو لم تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة 26 مليون سيدة مصرية، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية بأكملها؟ ماذا لو لم تكن المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية للمرأة، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، سبباً في اطمئنان السيدات على صحتهن، حيث تم إجراء ما يزيد عن 47 مليون فحص للسيدات، فالمرأة هي عماد الأسرة والوطن بأكمله. ماذا لو لم تبذل الدولة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، ولم تقدم تمويلاً للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرب من 5 مليون مستفيدة مقارنة بنحو 6 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيدة في نهاية عام 2016. هذا بالإضافة إلى جهود الشمول المالي للمرأة، فمن خلال الجهود المختلفة بلغت أعداد الإناث التي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة من نهاية عام 2023 بمعدل نمو 244% مقارنة بنحو بعام 2016. فإذا كانت الإجابة حاضرة في أذهانكم، فما بالكم بمردود تلك الجهود وعوائدها الإيجابية الملموسة التي غيرت حياة ملايين المصريات وحولتهن لمشاركات فاعلات في نهضة هذا الوطن العظيم. ولأن الأحلام لا تتحقق بالأمنيات وحدها، لم نكتفي بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وإنما انطلقنا لعقد شراكات ناجحة لبناء قدرات القيادات النسائية الشابة، لضخ دماء جديدة من السيدات في مختلف المؤسسات. وهنا أشيد بشراكاتنا المتميزة مع المجلس القومي للمرأة في العديد من البرامج والمشروعات، أبرزها مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي ليستهدف تنمية القدرات القيادية للمرأة ودعم مساهمتها في الجهود التنموية للدولة. وهو البرنامج الذي نجح في بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية من مختلف المحافظات المصرية، تأهل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين في إيطاليا. بالإضافة إلى البرامج الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وأبرزها برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية،
إضافة إلى البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، فقد أثمرت تلك الشراكات عن تنفيذ العديد من برامج التدريب، استفاد منها ما يقرب من 60,000 سيدة داخل مصر، بالإضافة إلى القيادات النسائية بالخارج. ولم تقف جهود الدولة عند هذا الحد، بل امتدت لبناء القدرات الرقمية، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33,000 موظفة، كما أدى تفعيل مشاركة المرأة في التطوير المؤسسي إلى ارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة نحو 51%، منهم 26% على درجات قيادية و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم، إضافة إلى تطور نسبة السيدات الفائزات بالجوائز الفردية في جائزة مصر التميز الحكومي من 18% في دورتها الأولى إلى 30% في دورتها الثالثة. وقبل عامين وفي مثل هذا اليوم والاحتفال، أوصى فخامة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة على المستوى القومي كأحد فئات جوائز التميز الحكومي، وقد تم إطلاق الجائزة بالفعل في الحكومة، وسنبدأ في تطبيقها على مؤسسات القطاع الخاص. وفي مؤشر المرأة في مجالس الإدارات في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والغير مصرفي، حقق المؤشر ارتفاعاً من 19% إلى 23% هذا العام، وبالتالي نحن على الطريق الصحيح للوصول إلى نسبة 30% بإذن الله في عام 2030. هذا وتمثل كل هذه الأرقام نقطة الانطلاق التي يمكن اعتبارها حافزاً للمزيد من الجهد والعمل. السيدات والسادة الحضور الكريم، قديماً علمونا أن الأم في مقدورها أن تصنع الأمة بأسرها، فما بالنا بكون هذه الأمة مصرية شاركت في صنع حضارة عريقة جعلت التاريخ يسطر اسمها بحروف من نور، ويشهد الحاضر على فيض عطائها الذي لا ينقطع، كما تواصل مسيرة العطاء والعمل لتضيء بأناملها مستقبل أمة عظيمة، فهنيئاً للوطن بعظيماته. ختاماً اسمحوا لي أن أنهي كلمتي بتوجيه تحية إعزاز وتقدير ومؤازرة من المرأة المصرية والعربية إلى كل أم وامرأة فلسطينية مناضلة صامدة شجاعة قوية، تمثل قلباً نابضاً بالتفاؤل والأمل، يعلم البشرية دروساً قيمة في الصمود. فكما سيذكر التاريخ دور الأم المصرية، سيسجل أيضاً في صفحاته دور الأم الفلسطينية التي تحافظ على وحدة الأسرة ووحدة القضية الفلسطينية. فكل عام وكل أم وامرأة مصرية وعربية بخير، وكل لحظة ومصرنا العزيزة في تقدم وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس، أنا عندي كلمة أخيرة حضرتك لو تسمح لي أقولها. أنا عايز أشكر حضرتك مش على التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي اللي هو واضح للجميع وبيحظى بدعم كبير من حضرتك. أنا عايز أشكر حضرتك بصفتي أم وأستاذة جامعية، عشت فترة طويلة جداً من حياتي، ربنا أكرمني أن أعيش وسط الشباب فترة طويلة من حياتي. بشكر حضرتك على الخطاب الرئاسي وعلى الرسائل المجتمعية اللي في كل مناسبة حضرتك بتؤكد فيها على الاحترام الشديد للمرأة، على تقديرك الشديد لدور المرأة ومكانتها ولدورها سواء كان في البيت أو في العمل، وأهم شيء لتقديرك لكفاءتها. المنظومة القيمية اللي حضرتك بترسيها هي أهم منظومة إحنا محتاجينها، منظومة القيم الخاصة باحترام المرأة ووضعها في المجتمع هي أهم منظومة إحنا محتاجينها لبناتنا وأولادنا. ويكفي أن حضرتك من أطلقت على السيدة المصرية عظيمات مصر. بشكر حضرتك.